الآن في الملف الجزائري مسار مكافحة الفساد ومطالب الشارع. في هذا الملف ينضم إلينا الآن من الجزائر رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي. مساء الخير أستاذ موسى. على ما يبدو أن مسار التحقيقات والمتعلق بمسألة الفساد يسير بخطى سريعة. برأيك هل هذه مسألة هل هذه مصادفة أن يسير هذا المسار بخطى سريعة مع ما يجري من حراك سياسي في الشارع؟ لماذا الآن التشديد على هذه القضايا قبل أن تحسم مسألة العملية السياسية بداية؟ أشكركم على هذه الاستضافة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الأمر اليوم نحن هناك استباق وهناك تداخل في المصالح بين الفئات، فعندما نرى أن هذه التداخلات في الاستباق حول المتابعة وحول تقديم منهم شاركوا في الفساد والذين كانوا سببا في ظهور هذه الاحتجاجات الشعبية العارمة بأسلوب حضاري، أظن أن هناك مشكل هو اجتماعي، مشكل سياسي، مشكل سلطة شعب التي هرمت والتي سلبت. فهذه المجموعة التي اليوم أصبح من كانوا تحت وصاية هؤلاء الذين أفسدوا في الجزائر اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، اليوم لابد أن مطالب الشعب كانت هي في واقع الأمر هي انتفاضة لأجل هذا أولا، ثم لأجل الوصول أو الولوج إلى سلطة الشعب صاحب السيادة، صاحب الحق وصاحب الاختيار، من يقوده ومن يدير شؤونه وشؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه المداخلات التي دخل فيها الآن، من هم الآن في سدة الحكم؟ هم شركاء من قريب أو من بعيد، هم لهم علاقات مع هؤلاء الذين يريدون أن يقدمونهم إلى العدالة لتهدئة نوعا ما الوضع. وفي هذا التسارع الذي يقع في تقديم هذا الكم من المسؤولين على العدالة وعلى فتح الأبواب إلى إيصال هؤلاء الأشخاص، سوف يجدون لا محال بأن الأحكام التي تكون سوف تكون أحكام ارتجالية وليست أحكام منطقية وموضوعية. طيب أستاذ موسى، دعني أسألك عن مرة أخرى، لماذا السير بهذا المسار الآن؟ الكل كان يشكي أو الكثير كان يشكو من أنه القضاء في الجزائر غير مستقل، البعض كان يطعن في نزاهة القضاء في الفترة الماضية، فترة النظام الماضي. الآن ما الذي تغير بين ليلة وضحاها ليجعل هذا القضاء مؤهلا وقادرا على النظر في هذه القضايا الحساسة والحساسة للغاية؟ أظن القضاء سابقا كان كل القضايا التي تهم عامة الناس، هناك أسماء كانت مطروحة لدى المفتشية العامة لوزارة العدل، وهي التي تنظر في القضايا قبل أن يكون الملف أمام القاضي، وأن هذه الهيئة هي التي تأمر كيف يمكن أن يعاقب فلان أو فلان، كيف يصدر الحكم، كيف تسلط الأحكام على الأشخاص لإسكات وللضغط عليهم لئلا يتحركوا ولا يحركوا الشارع. فالشارع اليوم هو استطاع أو تفطن إلى هذه العملية، وهو الذي صار وخرج بتلقاء نفسه، لأن كل الظلمات كانت تمس الجميع ولا تمس فئة على حساب فئة. فعندما وصل إلى هذا الحد فهناك الانتفاضة وقعت، وأن هناك المطلب الشعبي الذي أصبح يريد أن يجعل من دولة القانون، من دولة السيادة الشعب، من إرادته. فهذا هو المشكل. فعندما وصل إلى هذا الحد بطبيعة الحال لابد أن نأتي بمن كانوا مسؤولين في هيئات واستغلوا مسؤولياتهم للثراء ولاختلاس الأموال العمومية وللظلم الشعب الجزائري،
من أجل أن يكونوا، وبالتالي فالشعب يرى بأن يعتقدون بأن الشعب سوف يسكت عندما يرى من أساء إليه ومن أساء إلى اقتصاده وحياته وجوانبه الاجتماعية، للتخفيف من حدة الغضب. وهذا لا أعتقد بأنهم أصابوا، بل هم أخطأوا في هذه العملية الارتجالية، لأنهم سوف لا يؤمن، لا يأتمنهم أحد من هؤلاء الشعب الجزائري، لأن كلهم ذاقوا المرار، وكلهم تعودوا طيلة أكثر من 20 سنة في ظل حكم عبد العزيز بوتفليقة وجماعته، ذاقوا المرار وذاقوا البؤس وذاقوا الإقصاء والتهميش. وهذا ما لا أعتقد بأنه سوف يتوقف الحراك الشعبي، علما أن هناك أعتقد الصورة واضحة أستاذ موسى سرقتلي. في الوقت المتبقي إذن، هل يمكن القول أنه ما يجري اليوم على صعيد محاربة الفساد واستدعاء كل هذه الشخصيات التي كانت مؤثرة ونافذة مع النظام السابق، هل تندرج ضمن خانة تصفية الحسابات برأيك بين ربما بعض الأوساط داخل ما تبقى من السلطة، ربما في المجلس العسكري، ربما في الهيئة، في هيئة الأركان؟ البعض يشير إلى هذه المسألة بين الحين والآخر، ما رأيك؟ أظن هذه المجموعة التي أثبتت عليها أدلة، هناك لهم شركاء آخرون لم يكونوا ظاهرين، فهم باطنون. أنا أعتقد بأن اليوم عندما قدموا سوف ترفع أسماء التي هي خارج التراب الوطني وغادرت التراب الوطني، من أجل اتهامها بأنها كانت، هذه المجموعة كانت مأمورة أو كانت تحت سلطة أو مسؤولية اللي هي رئيس الجمهورية أو المقربين إليه. فهذا مشكل آخر، وسوف تجد العدالة ربما قضايا مخففة للعقوبات التي يمكن أن تسلط على هذه المجموعات. شكرا جزيلا لك الأستاذ موسى تواني، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، كان معنا مباشرة من الجزائر.